بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم وبحضراتكم من هنا من على أرضية ميدان الطائف في هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات المتواصلة والمستمرة في هذا اليوم الخاص بسن الجذاع وتحديات أجذاع وانطلاقاتها في سابع أيام هذا المهرجان، أول أيام هذا السن الشيق والمثير والتنافسي الكبير ما بين هذه الأسماء وما بين هذه الشعارات في مهرجان سيدي ولي العهد للهجن. ننطلق بانطلاقة جديدة ومع تحدي جديد مع أسماء كبيرة حاضرة وباحثة عن النوماس الغالي. ننطلق بمقدمة الشوط، هذا شعار بن جرمان يتقدم على المركز الأول بالرقم 1، سالم بن سعيد بن جرمان اليامي من يقدم لنا دسمان على المركز الأول وبصدارة هذا الشوط وبالانطلاق الكبير. وبن جرمان يقدم مستويات كبيرة كانطلاقته هذه على المركز الأول، حيث قدم لنا العديد من الأسماء في هذا المهرجان. ودسمان إن لم يخب ظني هناك صاحب إنجازات وراعي عوايد وصاحب للمركز الأول في النسخة الماضية على ما يبدو لي. دسمان سالم بن سعيد بن جرمان اليامي يتقدمون أبنائي نجران ويندفعون على المركز الأول. المركز الثاني، أتابع في هذه اللحظات الأسماء القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات، والحذر هو القادم على المركز الثاني، ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات. يسيطرون ابناء نجران على المراكز الأولى كعاداتهم، يسيطرون بهذه السيطرة القوية والكبيرة على المراكز الأمامية. المركز الثالث، شوف القدوم، سعد بن حمد بن فهيد آل فهيد المري يقدم لنا الصداوي في هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع، الدور دور الاستشاري، عبد الله بن حمد بن جابر البريدي المري ينطلق بهذه الانطلاقة على مستوى رابع التحديات ورابع الانطلاقات. هذا شعار بن قريع يا اخوان، شعار الامبراطور على ما يبدو لي، يتقدم في هذه اللحظات وينطلق بالمركز الرابع. والمركز الخامس، شوف الانطلاقة، سعيد بن هادي بن علي البريس المري يقدم لنا عجب القادم على المركز الخامس. ولكن يا اخوان دسمان على المركز الاول، بن جرمان وسالم بن سعيد بن جرمان اليامي يندفع بهذا الاندفاع الكبير، يتألق بتألق شعاره في هذا المهرجان. سالم بن سعيد بن جرمان اليامي يقدم لنا دسمان على صدارة الشوط بانطلاقة كبيرة باندفاع كبيرة. ماركاتي وسلالاتي شاهين بن جرمان تتألق في هذا المهرجان، تنطلق في هذا المهرجان هناك بانطلاقات كانطلاقات دسمان يا بن جرمان. سالم بن سعيد بن جرمان اليامي الممثل لأبناء نجران بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الكبير على المركز الأول على التحدي الأول. يا سلامي على هذه الانطلاقة، يا سلامي على هذه الاندفاعة، يا سالم يا سعيد يا بن جرمان يا اليومي على المركز الأول. بينما النقلة والانتقال على المركز الثاني ليتابع الأسماء لأنتظر الأسماء، يا سلام هناك بهذه الانطلاقة المركز الثاني الحذر وناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي على المركز الثاني يتحرك في هذا التحرك بهذه الانطلاقة. والمركز الثالث، شوف الصداوي، سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة
المر القادم على المركز الثالث المركز الرابع، أتابع التحرك في هذه اللحظات. انطلاقة الاستشاري عبد الله بن حمد بن جابر البريدي المري والقادم على المركز الرابع والمركز الخامس. شوف التدخل من هذا الشعار الكبير والقدير، شعار عاطف بن عطية القرشي. شاهين 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 يتحرك وينطلق بهذا الانطلاق على المركز الخامس. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذا هو الانطلاق للمراكز الخمس الأولى. نداءنا الثاني انتهى وانقضى يا من تتابعنا عبر القنوات السعودية الرياضية الناقلة لهذا الحدث الكبير والهام، والعودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى بن جرمان، إلى بن جرمان مع الألف ومئتين متر الأخيرة. انطلق بهذه الانطلاقة الكبيرة، اندفع بهذا المستوى الكبير، يتقدم بن جرمان، ينطلق والعصا في الأبطان. الله 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 على هذا التحدي، على هذا التحرك الكبير. الفارق كبير منذ بداية الشوط ما بين شعار دسمان وما بين بقية الأسماء. ينطلق بانفراد كبير، يندفع بمستوى كبير. الكيلو متر الأخير يا بن جرمان، يا بن جرمان، يا مالك، يا مالكي دسمان، يا سلام. شوف المركز الثاني وين، والله يا اخواني يا الله اني اشوفه، المركز الثاني في العين المجردة. ولكن خلوني مع دسمان وانطلاقات دسمان وبن جرمان. بن جرمان الله على هذا التحرك، الله على هذا الانطلاق، على هذا المستوى الكبير، على هذا الابداع والتألق. بن جرمان وسالم بن سعيد بن جرمان اليامي مع 500 متر الأخيرة، ودسمان دسمان دسمان يا أخواني من 500 متر الأخيرة غادر الأسماء. لا والله من يوم فكوا الستار انطلق بهذا الانطلاق الكبير. راعي عوايد يا أخواني، وراعي العوايد ما يخلي عوايده، ما يخلي عوايده. بن جرمان وإنجازاته يتألق وما زال يبدع ويتألق بهذا المهرجان. دسمان وبالرقم واحد هناك يتألق بالمركز رقم واحد، سالم بن سعيد بن جرمان اليامي 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 انطلق وتحرك والعصا في الابطان بدون يا وامر سالم، او يا عساك دايم سالم. يا بن سعيد يا بن جرمان يا اليامي، بن جروح على المركز الثاني قادما بمتعب، ولكن بن جرمان خلاص راح بالفوز، راح بالانطلاق، راح بالاندفاع. سلامي عليك يا بن جرمان، سلامنا الى ابنائي نجران على المركز الاول، تهانينا والنماس. المركز الثاني كانت انطلاقة وحضور سعيد بن هادي بن علي البريس المري مع عجب. المركز الثالث كان محمد بن عبيد بن راشد الفيدة المري مع انطلاقتي رعد على المركز الثالث والمركز الرابع والخامس. بنشوفن مع لحظات الإعادة العودة إلى التوقيت الزمني. إذن المركز الرابع شعار فهد بن عبد الله بن جروح الشمري من حضر مع المركز الرابع والمركز الخامس. هناك على ما يبدو لي بنشوفه وبنتأكد منه في الإعادة انطلاقة اللي على المركز الخامس. إذن شوف دسمان، دسمان اللي من يوم فكه والستارت روح على مقدمة الشوط بانطلاقة كبيرة وباندفاعة مميزة وقوية. بن جرمان وانطلاقات بن جرمان وشعاره وهذه الاندفاعة الكبيرة. سالم بن سعيد بن جرمان اليامي يهدي الفوز والنماس إلى أبناء المملكة العربية السعودية وإلى أبناء نجران بالتحديد. وتوقيت الزمن 7 دقائق 48